البتنجان المقلي عندنا 3 بتنجانات رومي حلوين كده مقطعينهم تقطيع كبير، عايزين كده يبقى حلو على القيمه. وعندنا بول الدقيق وزيت للقلي، عندنا كمان الخلطه بقى اللي هنحطها على البتنجان، 6 فصوص من الثوم الصحيح، 2 فلفل رومي ارباع، 1 فلفل احمر حامي قطع، نص كوبايه كزبره مفرومه، ونص كوبايه عصير ليمون، ربع كوبايه خل، معلقتين صغيرين من الكزبره الناشفه، معلقتين صغيرين من الكمون، وملح وفلفل اسود. وعايزه اقول لكم بقى ان البتنجان المقلي اللي بالخلطه ده وجبه في حد ذاته مع شويه عيش بلدي، سلطه الطحينه، خلاص يعني ده اكله جميله جدا جدا جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نعفر البتنجان بالدقيق، فانا عشان اعمل ده براحتي هجيب طبق كبير شويه واحط الدقيق هنا، بحب ادي الدقيق رشه ملح ورشه فلفل، وده اختياري، ممكن ما تعملوش كده. ونقلب نوزع بس الملح والفلفل. وقبل ما اكمل الزيت هحطه على النار يسخن كويس جدا، نار عالية عشان عبال ما انا اخلص الدقيق يكون الزيت سخن كفاية ان هو ينزل فيه البتنجان يتقلي. هلبس جوانتي واشتغل بايدي كده براحتي، نبدأ نعفر البتنجان بالدقيق. البتنجان عامل زي الاسفنجة، بيتشرب اي سائل يتحط فيه، فلما نحطه في الزيت بنعفره بالدقيق عشان ما يشربش زيت، ده اول حاجة. تاني حاجة لما بنحطه في الخلطة برضو فيها سوائل فبيشربها كويس قوي ويتنكه بيها. ده كل اللي هعمله، ان انا هاخد البتنجان كده شمال ويمين وعفره بالدقيق، موضوع بسيط خالص يعني، تعفيرة بسيطة خالص يا جماعة، بس صدقوني بتفرق جدا جدا في قرمشة البتنجان، تخليه ما يشربش خالص اي زيت زيادة. في ناس بتحب تحطه في الملح وبعد كده ينزل ميته وبعد كده تقليه، انا مش من الناس اللي بتعمل كده، لكن لو ده حاجة بتعملوها وناجحة معاكم وبتريحكم مفيش مشكلة طبعا خالص من انكم تستمروا عليها. الزيت بيسخن، هنختبر دلوقتي الزيت نشوف كده سخن كفاية ولا لسه. يعني ايه لسه عايز شوية، عامة احنا حطينا واحدة اهي هتبقى التست بتاعنا. النار اعلى حاجة، انتوا كنتوا موطين خالص معرفش ليه. البتنجان بيتقلي وطبعا ما نسحمش الطاسة زيادة عن اللزوم بحيث انه يبقى ايه يعني بيشرب زيت، لا بالعقل كده. انا مش عارفة انا هقلي الكمية دي كلها ولا لا، هقلي على حسب احتياجي. 3 كوبايات من الحمص المسلوق، 4 وحدات بتنجان رومي قطعناهم مكعبات وقليناهم، 4 بطاطسات برضو مقطعينهم مكعبات وقليينهم، صلصة الخل والتوم بقى بتاعت المسقعة القمر دي هتكون عبارة عن 10 فصوص توم مفرومين، و3 كوبايات عصير طماطم، 1 كوباية مرقة، ½ كوباية من الخل، 1 معلقة كبيرة من الصلصة، 2 معلقة صغيرين من السكر، 2 ورقة من اللورة، 1 معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة، 1/4 معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، 1/2 معلقة صغيرة من الكمون، ورشة جوزة الطيب وملح وفلفل اسود. وتقدروا تستبدلوا البهارات او التوابل بانكم تحطوا 7 بهارات او ايا كان اللي انتوا بتحبوه والمناسب لذوقكم، مش هيقول لا خالص. عملنا البتنجان كله. بيحصل معانا احيانا ايه بقى، عشان بقى بما اننا الايام دي بنتكلم عن عدم الهدر والدنيا بايظه خالص وعايزين بقى ايه ما يبقاش فيه هدر في اي حاجه، انا عملت اهو البتنجان وفضل مني الدقيق ده، هل ارميه؟ اطلاقا مش محتاج ابدا انه يترمي. حضرتك هتاخديه تحطيه في كيس وتشيليه في الفريزر او في الثلاجه، عندك مره تانية بتنجان بيتقلي، عندك فراخ بتتقلي ومحتاجه لها دي اي حاجه، هو مش اخد طعم حاجه، هو مجرد ان احنا عفرنا فيه خضار، فده يعاد استخدامه تاني خالص من غير اي مشكله. نور انا هسيبه هنا، رجعيه المطبخ ونيجي كده نشوف البتنجان وضعه ايه. نجيب مساكه او تانج، ونشوف الاخبار، البتنجان بيتقلي
عايزين اللون الذهبي القمر، واللون الذهبي ده طبعا بيجي من تعفيرة الدقيق، بتخليه اسهل بكتير واسرع بكتير واحلى بكتير في اللون. وزي ما انتم شايفين وانا بقلبه ماسك نفسه كده، مش مهري وطري خالص، وده عشان تعفيرة الدقيق اللي احنا عملناها. انا هجهز بقى وهنبدأ دلوقتي نعمل الصلصة اللي هننزل فيها كل حاجة. عايزاكوا تاخدوا التوم والكزبرة شوية زيت وعلى طول من قبل ما التوم والكزبرة يبردوا، من قبل ما الزيت يسخن قصدي، هتحطوا التوم والكزبرة من الأول. نشوف كده البتنجان أخباره إيه. آه ده أنت قمر. يلا يلا بينا. طلعنا اول دفعه من البتنجان وهنقلي تاني دفعه دلوقتي، نفس النظام، ما تزنقوش على فكره خالص في الـ في الـ في الـ في القلي، وافردوه كده على الطبق علشان ينزل زيت، ما ينزلش على بعضه، ينزله على الورق. وهاجي هنزل في الزيت الدفعه التانيه من البتنجان. طيب والصوص ده هيحصل فيه ايه؟ انا سايبه التوم هنا يعمل تقليه مع الكزبره ومع شوية الزيت، ممكن على فكرة تعملوه بسمنة لو حابين، مفيش مشكلة خالص، ولكن احنا النهاردة عاملينها مسقعة كده نباتية يعني، فمستخدمين الزيت وتمام قوي كده. يلا بينا الدفعة التانية من البتنجان نزلت في الزيت، والتوم بتاعنا بيسخن هو والكزبرة برضو مع الزيت علشان المسقعة بالحب. الدور التالت من البتنجان نزل الحلة، رفعنا اللي اتقلى، والتقلية هنا بتاعتنا زي ما انتوا شايفين فلة. التوم والكزبرة ريحتهم طالعة، واللي هنعمله دلوقتي ايه؟ ان احنا هنطفيهم بالخل. انا بحب اخد ورقتين اللورة كده معايا كمان في الطلعة دي، احطهم تقلبتين كده برضو في النار. ورق اللورة بيطلع ريحة جميلة. ونيجي دلوقتي بعد ما التقليه تاخد لون ذهبي فاتح خالص كده، مش عايزين نغمقها، هنقوم مطفيينها بالخل. انا شايفه ان ده الوقت المناسب. يلا بينا. حطينا الخل، هنسيب الخل يغلي غلوة كده، وهجيب الصلصة وبقية التوابل والسكر. هنزل الصلصة أول حاجة، هقلب الصلصة كده تاخد تشويحتها مع الزيت والخل والثوم والكزبرة كده. احنا بدأنا بداية موفقة جدا للمسقعة دي، وعارفين ان الطعم هيروح في حتة جميلة خالص. حطوا بقى توابلكم، السكر، الكمون، الحبهان. على فكرة المسقعة مفيش مشكلة خالص لو حتى اتعملت بملح وفلفل بتبقى جميلة، فانتوا براحتكم تماما في اللي تقدر في اللي حابين تعملوه. هنجيب بقية الصوص بقى اللي هو ايه، المرقة والطماطم. هنحط المرقة وهنحط الطماطم. انا عايزة اخد شوية الصلصة اللي في الجار دول، فهحط لهم حبة مية. حركات بقى ايه الست المصرية الاصيلة، ناخد شوية مية كده في الشفشق، نلفه كده، نلم الصلصة ونقلب، نبقى طلعنا ايه بكل اللي في الجار بتاعنا، ما سبناش اي حاجه. وطبعا انا للصلصه بتاعتي بحط ملح وفلفل اسود. هقلب ومستنيه بس الصوص يغلي عشان انزل فيه كل حاجه.
تقليبه كده. تمام. انا حابه ان انا من الاول خالص انزل الحمص عشان عايزه الحمص ياخد غلوه كده محترمه مع الصوص فيشرب من طعم الصلصه وينفش ويبقى جميل. واحب كمان ان انا اغطيها واسيبها بقى ايه تغلي. يلا بينا نقدر نطلع البتنجان ده ولا لسه؟ اه زي الفل. صفوا من الزيت كويس. على الورق. وادي الدفعة التالتة هتنزل دلوقتي الزيت. لا الرابعة بقى مش التالتة. هقلبه. وياخد بس لون من الناحية التانية ونشيله على طول. وهنا اللي حصل ان الصلصة غليت مع الحمص زي ما احنا عايزين بالظبط. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط بقية المكونات. هنجيب البطاطس. دي اكلة طبعا تنفع بالعيش وتنفع بالرز الابيض تبقى برضو جميلة جدا جدا. وانا بقول لكم تاني يا جماعه انا بالنسبه لي مثلا دي مش اكله جانبيه، يعني دي اكله اساسيه عادي ناكلها وتبقى هي الغدا وزي الفل. زي الفل ايه ده؟ 100 فل كمان. ده بحبها جدا. وهنسيبها على نار متوسطه متغطي عليها تتسبك بقى وكل حاجه تاخد من طعم بعضيها. هغطي عليها كده وهوطي النار شوية واسيبها براحتها. تعالوا نطلع البتنجان. يلا بينا. انا بوسعهم عشان ما يبقوش بينزلوا زيت على بعض. وهننزل دلوقتي اخر دور من البتنجان. بس كده تحفة يا جماعة. والدقة بتاعته طبعا اسهل حاجة في الدنيا. هناخد كل المكونات دي نحطها في الكبة مع بعضيها. الفلفل، الخضرة، فلفل حامي لو عايزين، عصير ليمون، ثوم، كمون، كزبرة، خل، ملح. وهنضرب بس كده زي الفل. لقيناها تقيله شويه ممكن نحط لها سنه ميه صغيره تخليها تخف كده معانا علشان يبقى فيها صوص يتشربوا البتقعه كمان. غرفناها. وهنا البتنجان المقلي رصيته على طبق والدقه اللي عملتها في الكبه اهي معايا كلها. هبدا بقى بصوا الف كده
وغرق البتنجان بالدقة اللي احنا عاملينها بس كده. شكرا. نوزع كده لو متكومة في اي حتة على اخواتها عشان كله ياخد الطعم. الله، يطلعوا شوية بتنجان دول. شوية بتنجان يا ولاد، ما يستاهلوش الا بقكم. تجهزوا كده العيش البلدي والطحينة وتستعدوا للمعركة. وبعد الأكلة دي بقى عليكم بكوباية شاي بالنعناع، يبقى كده كل حاجة عظمة بصراحة.